لكل منا حكاية، والأكيد أن وراء اختياري دراسة الطب قصة. أعرفكم على نفسي، اسمي سبأ السداح، دكتورة حديثة التخرج من كلية الطب جامعة الكويت. اليوم أبي أرجع فيكم بالزمن 7 سنين لما اخترنا دراسة الطب. البعض منا كان هذا حلم طفولته، والبعض كان هذا طموحه، وفي منا اللي ما كان يشوف نفسه في الطب، ومع مرور السنين الطب صار حياته. تعددت الأسباب، لكن اللي جمعنا حب للعطاء ومساعدة غيرنا. الطب ما هو مجرد مهنة، الطب رسالة وقيم إنسانية انزرعت فينا. يمكن أنتوا تشوفون الطب تعب، بس بالنسبة لنا هو تضحية، تضحية بوقتنا في سبيل راحة غيرنا. الطب شغفنا. كلية الطب كلية الطب شيء وايد حلو بالنسبة لي، بس الأحلى من هذا كنا راح نشتغل كأطباء بالمستقبل. مهنة الطب مهنة إنسانية بحتة، مهنة راقية، ما يختارها صراحة أي شخص إلا يكون فعلا يفضل غيره على نفسه، يطمح حق مصلحة غيره. لما طلع قبولي بسنة أولى حيل استانست، حسيت أن بداية مشوار حلمي ابتدى. سنة أولى كدراسة ما كانت صعبة، يعني لو أقارنها بالسنين الباقية خاصة الكلينيكال ييرز هي بالنسبة لي أسهل سنة دراسيا، لكن ضغط القبول هو اللي كان مسبب تنشن. تنافس تقريبا كنا 210 طالب وطالبة تنافس على 100 مقعد. أول شيء حياة الجامعة كانت حياة جديدة بالنسبة لي، يعني كلية الطب يعني كاسم هي بروحها تخرع، بس الحمد لله يعني في وايد ناس ما خلونا بروحنا، الطلبة ساعدونا، الدكاترة كانوا موجودين، رفيجاتي هب كانوا، يعني كنا مع بعض كنا نساعد بعض. الضغط النفسي كان جدا صعب، بس الحمد لله في كل مرة أرجع البيت كنت ألقى الدعم اللازم، وأمي والدتي وأبوي كانوا يخففون علي، الصديقاتي حواليني، لأن كنا نمر بنفس الظروف فهذا كان يخفف علينا. أشوف الجو العام بالكلية كنا إحنا عائلة واحدة. أذكر بسنة أولى جت لنا واحدة كانوا يسوون لنا أورينتيشن تقول إن راح يصير بيتك هو الكلية، والناس هم اللي يعني زملائك اللي بالكلية راح يصيرون هم أهلك، وفعلا هالشيء قمنا نحسه سنة عن سنة أكثر، فحسيت إنه قاعد يصير فيه ارتباط وايد قوي بيننا وبين زملائنا وزميلاتنا بالكلية. طبعا كل هذا اللي قال كان شيء، وعقب ما انقبلنا بالكلية كان شيء ثاني تماما. كلية الطب تقدر تسوي أي شيء إلا أن التأخر. طبعا التأخير مو معناته أن يتأخر ساعتين ولا حتى ساعة، التأخير عندنا ممكن يكون دقائق. أنت طالب سنة سابعة، طالب سنة سابعة بعد شهرين بتصير دكتور، شهرين بعد شهرين بتصير دكتور، متأخر 10 دقائق إذا دقوا عليك لأن المريض فيه أرست راح يموت إذا توصله بعد 10 دقائق يصير مخلل. أنا آخر واحد متأخر علي 10 دقائق قبل 10 سنين بكندا، دعمته كسارت فلج وياني مشي متأخر 10 دقائق، تعال شنو متأخر؟ طلع برا. المشكلة الثانية في كلية الطب هي كمية الدراسة المفروضة علينا. من بعد سنة أولى الوضع اختلف تماماً، من 4 محاضرات في الأسبوع صاروا 20 محاضرة في الأسبوع، الكمية زادت، المواد صارت أصعب، مسؤوليتنا زادت. حسيت إنه يعني سنة أولى كانت تابعة حق الثانوية، مشابهة حق الثانوية، بس من دشينا سنة ثانية
لا حسيت دشينا بعمق بالطب. بلشت سنة ثانية which was very 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 hard extremely last comparing to سنة أولى. أنا بالنسبة إلي pre-clinical يعني سنة ثانية وثالثة ورابعة were very hard من ناحية إنه it's a lot to study. It's not hard as in material. It's hard as in you have to study a lot of things, a lot of new things. But clinical years, I find them very interesting. You can have good grades, you can sleep, you can have a life, and you enjoy learning in the المستشفى يعني. السنوات الكلينيكية يعني تعودنا أكثر على طبيعة المستشفى. شلون الدوام، شلون التعامل مع المرضى، شلون الشغل ماشي بالجناح. يعني بهذا الجزء حسيت أنه يعني أونس من القاعدة على الكرسي والمحاضرة. يعني مو صحيح الشيء الشائع أن طلبة الطب ما عندهم حياة غير النوت. لا بالعكس، مع تنظيم الوقت عندهم حياة، عندهم وناسة، عندهم طلعة، بس طبعا يحتاجون أن يضمن وقتهم. بس طبعا هالكلام يختلف فترة الامتحانات. الشغلات اللي كتير كانت تضغطنا اللي هو الستريس قبل الامتحان، يعني عن جد قبل الامتحان خصوصاً الفاينل آخر السنة بثلاث أربعة أيام اللي هو بنام كنت ساعتين مثلاً النهار، أضلني صاحية لساعتين المساء. من الأشياء اللي كتير حباها بالطب إنه أخذ كتير من وقتي، فبطل في وقت لأمور كنت تعتبر تافهة أو شيء، وصار الوقت الفراغ ضيق فالواحد يستخدمه بالأشياء اللي فعلاً مهمة وفعلاً مفيدة. وضعنا بالفاينل صراحةً يعني يمكن الوقت الوحيد اللي اتحسف اني دشيت هالمكان حزة الفاينل، اني بالان ايش جابني لهالمكان هذا. المشكله ربعي اللي بالكليات الثانيه، اللي تخرج واللي تزوج واللي عيل واللي توظف، وفهني بلشت الافكار اللي اول ما دخلت الكليه انه ازت ورثت، ليش انا دشيت الكليه، هل الموضوع مستاهل. سنين طافت من عمرنا بتعبها ضغطها بتوترها بالسهر اللي فيها، بس أعتقد إن الشيء اللي نبي نوصل له يسوى التعب. مشوار السبع سنين أبد ما كان سهل أو قصير. أغلب ساعات يومنا كنا نقضيها بالكلية بين قاعات وممرات، أو بالمستشفى بين دكاترة وممرضات. الشيء الوحيد اللي كان يخفف علينا الضغط هي عائلة كوناها. دفعتي دفعة 2009. مواقف كثيرة جمعتنا، ذكريات حلوة عشناها راح تبقى دايما ببالنا. كنا نشوف بعض أكثر من ما نشوف أهلنا، صرنا أخوان وخوات على قلب واحد، الهدف واحد والرؤية واحدة، نرفع راس ديرتنا. آخر أيامنا بالكلية حسيت إن خلاص مشوار سبع سنين جاي يخلص. كانت أيام وايد حلوة إن الواحد يعيشها، وبنفس الوقت كانت أيام صعبة. ليش صعبة؟ لأن يبدأ الواحد يفكر بالمسؤولية اللي راح يواجهها، يبدأ يفكر إنه شنو التخصص اللي يبي، وشون راح يكمل، ووين راح يكمل. صعوبة سنة سابعة لأن سنة التخرج، ضغط التخرج، السنة اللي إذا خلصتها راح أصير دكتورة، وإذا ما خلصتها يمكن أتأخر كورس أو سنة كاملة. فهذا الضغط هو اللي يخلي سنة سابعة غير عن أي سنة قبلها، مع أن السنة اللي قبلها ممكن تكون أصعب منها كدراسة. طبعاً كل من حولي كله يسألوني أن تسوى سبع سنين اللي أنت دشيتيها، ضاع من عمرك سبع سنين، اللي حولك تخرجوا واللي حولك عيلة وأنت الحين قاعدة تدرسين. أقول إيه تسوى، ولو يرد فيني الزمن مرة ثانية وارد أنا توني متخرجة من رابع ثانوي راح أختار أني أدش أنا كلية الطب. إيه لو يرد فيني الزمن أرد أدش كلية الطب. إيه والله صراحة هذا الحلم، ما أتخيل نفسي بأي مكان ثاني. الحمد لله راح وايد، راح البارت الصعب بس أكيد يبقى البارت الأصعب. ورانا مشوار تخصص، ورانا حياة مرضى، فأكيد هالشي وايد وايد صعب، وايد مسؤولية، فلازم نتحملها ونكون قدها. أكثر شيء راح أشتاق له بالكلية هي الروح اللي تتميز فيها كلية الطب، إن الطلبة كلهم على قلب واحد، الكل يساعد الثاني، الكل يخاف على الثاني، نجاح غيره من نجاحه، كل دفعة تساعد الدفعة اللي تحتها،
وبس هذه الروح ان احنا كلنا عائلة واحدة مع بعض بهالمشوار هذا. والله يعني شعور غريب، شعور mixed feelings. يعني بنفس الوقت سبع سنين فترة كبيرة من حياتي، يعني تقريبا ثلث حياتي انا عايشها في الكلية، وانا من النوع اللي وايد اقعد بالكلية، وايد يعني حياتي تقريبا كلها قضيتها بالكلية، فهذا جزء كبير من حياتي ما ادري شلون راح اخليه فجأة، وبنفس الوقت ادش على مكان جديد، وبنفس الوقت شعور براحة. يعني خلاص فترة ان اكون طالب طب انتهت، الحين الفترة الجاية فترة اني دكتور، صح علي مسؤوليات بس بنفس الوقت هذا اللي انا دشيت له، هذا اللي انا قاعد اسعي له صار لي 7 سنين. واخيرا انتهى المشوار، مشوار 7 سنين بحلوها ومرها، كل سنة نفس الوقت نفس المكان، بس هالمرة غير، هالمرة دقايق تفصلنا عن حلم يتحقق. اليوم نكون أو ما نكون، من هاللحظة كل واحد فينا بيمشي بطريقه، لكن دايما راح نتذكر هالأيام بابتسامة. احنا عارفين حجم المسؤولية الكبيرة اللي ناطرتنا، مسؤولية كوننا أطباء، مسؤولية ان أرواح الناس ممكن تكون بإيدنا. كل شيء يبدي لنهاية، واليوم احنا نكتب نهاية قصتنا كطلبة في كلية الطب، وبداية حياتنا كأطباء. قصتنا هي قصة كفاح دفعة 2009 في كلية الطب جامعة الكويت. قصتنا هي قصة نجاحي.